صلي على الحبيب. عليه الصلاة والسلام. ستنا أم كلثوم بنت سيدنا أبو بكر كانت هي مقصد سيدنا عمر بن الخطاب، وأرسل بالفعل سيدنا عمر بن الخطاب خاطبا لها من عائشة. ستنا عائشة عرضت الأمر على أم كلثوم، ويا ريتنا نسمع ويا ريتنا نفهم ويا ريتنا نتعلم. إحنا مش عاملين الموعظة دي أو الحكايات دي عشان نتسلى بيها، إحنا عايزين نتعلم. يبقى الأمر أمر مين؟ مش أمر الأب، أمر أم كلثوم، ولا الأمر الأم، ولا أمر الجدة. ومش العبرة مين اللي متقدم لي؟ ما هوش الشيخ فلان، ولا مولانا فلان، ولا المحاسب فلان. لا، انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. أنا هرتاح له ولا مش هرتاح له؟ ودايما أنا لما باجي أراجع في سورة القصص كده، أقف كده وعندي آيات سيدنا موسى مع بنت سيدنا شعيب، وكان هو الرجل الصالح ولم يكن شعيب النبي، فكان بينهما زمن. فكنت دايما أسأل نفسي، ما الذي فعلته تلك البنت حتى يدفع موسى من عمره 10 سنين خادما لأبيها مهرا لها؟ وتلاقي القرآن يقول فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. ولو سمعت سيدنا الشيخ المنشاوي رحمة الله عليه كان ليه حته جميله قوي هنا، لما كان يقرا الايه دي يقطعها ازاي، فكان يقول تمشي على استحياء، يبقى المشيه نفسها ايه؟ فيها حياه. وبعدين يقف، وبعدين يبدا يقول ايه؟ على استحياء قالت. يبقى مش المشيه بس هي اللي فيها حياه، لا، ده الكلام كمان فيه حياه. ولما لا، وسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول لرجل يعظ اخاه في الحياه: دعه فإن الحياء شعبة من شعب الإيمان. أرسل لستنا عائشة، فستنا عائشة عرضت على ستنا أم كلثوم: إيه رأيك في عمر بن الخطاب؟ قالت لها: ما ينفعش، ما يلزمش. ليه؟ قالت لها: لا 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 لا، شديد العصا غليظ العيش، ده راجل أمير المؤمنين، وبعدين بيقول لهم يعني أنا مالي ومالكم، وبطنه تصوصب وتكركر، يقول قرقري أو لا تكركري، لن تذوقي اللحم حتى يشبع أطفال المسلمين. أنا مالي، أنا عايز أعيش عيشتي، وعايز أعيش أيامي، وعايز أعيش دنيتي. طب يا ترى إزاي تصرف سيدنا عمر بن الخطاب بأسلوب لبق؟ مش تعرفي ازاي الاول ستنا عائشه هتمشيه؟ هتقوله ازاي؟ هتقنعه ازاي؟ ارسلت لسيدنا عمرو بن العاص وحكت له الحكايه، وقالت له: انا مش عارفه اقول لعمر ايه. لان عمر ستنا عائشه كانت تقول ايه يا ست دعاء؟ كانت تقول: زينوا مجالسكم بالصلاه على النبي وبذكر عمر بن الخطاب. تخيلي، يعني شوفي منزلة عمر عندهم قد إيه. فالقضية، وسيدنا عمر أصلا له مهاب، يعني ليه مهابة عندهم كلهم. فراحت سيدنا عمر قالت له: شوف الموضوع ده، أم كلثوم مش عايزاه، واصرف الموضوع ده. فراح سيدنا عمر قال لها: أنا أكفيك هذا. راح لسيدنا عمر قال له: بلغني خبر ربما أقدمت عليه. قال له: خير؟ قال له: خطبتك من هذه الصبية التي تدعى أم كلثوم بنت أبي بكر. قال له: مالها؟ قال له: صغيرة، وبعدين أنا خايف عليك، ممكن تخلفك وإحنا ما نقدرش نخلفك. طب افرض رجعتك في كلمة وأنت احتددت عليها تكون قد خالفت أبا بكر في أهله. قال له: طب خلاص بلاش. قال له: عندي خير منها. قال له: مين؟ قال له: النسب الموصول، لأن سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول كده: كل نسب وسبب مقطوع يوم القيامة إلا نسبي وسببي، وكل بنو عصبة نسبتهم إلى أبيهم إلا أبناء علي وفاطمة فنسبتهم إلي وأنا أبوهم صلى الله عليه وسلم. فلذلك سيدنا الحسن كان يقول لسيدنا النبي: يا أبتاه. وسيدنا الحسين يقول لسيدنا النبي: يا أبتاه. وستنا أم كلثوم تقول لسيدنا النبي: يا أبتاه. أما يقولوا لسيدنا علي إيه؟ الحسن يقول له: يا أبا الحسين. والحسين يقول له: يا أبا الحسن. لأن النبي قال كده. مين أبوهم؟ سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقال له: إيه رأيك في أم كلثوم بنت سيدنا الإمام علي؟ قال له: وبعدين ده نسب موصول بالنبي صلى الله عليه وسلم. راح يخطب، فسيدنا علي كان رافض في البداية، لأنه حبس أولاده على أبناء عمومته وعلى أبناء أخواته. فخلص أبناء عمومته وأبناء أخواته، فرفض. مع الحاح سيدنا عمر، وكلهم كانوا يحبوا سيدنا عمر،
وما رفضلوش طلب. قال له طب ايه رايك، لازم البنت تشوفك وترضى عنك وترضى عنها. هنقف عند النقطه دي والحلقه الجايه ان شاء الله نكمل، لان انا عايزه اسال اسئله كتيره ليها علاقه بالزواج. يعني هو سيدنا عمر ساعتها ما كانش متجوز ولا لا، ما كانش طيب مع حد. فرق السن الرهيب اللي بتبقى شويه بعض المسلمين بيتكسفوا من القصه دي، لو قالوا انه بيبقى في فرق سن بين الرسول عليه افضل الصلاه والسلام والسيده عائشه، بين ليه بيتجوزوا صغيرين كده. كل دي اسئله هنسالها مع فضيله الشيخ محمد ابو بكر في حلقه يوم الجمعه القادم باذن الله، تابعونا. شكرا جزيلا فضيله الشيخ محمد ابو بكر، احنا مكملين معاكم على الهواء مباشره، انتظرونا بعد الفاصل.